بسم الله في الكلام هي.
نحب علي شبابي المندرة. اليوم جونا ياسر محليه وبرشا مستحقين لهالفرحة هذه. نورونا فرقة بالي بالي، مرحبا بيك سي عادل معنا. احنا اليوم نحبوا نتعرف عليكم، اكيد انا اول مرة نتعرف عليكم، فرحانة برشا بهالنشاط اللي عندكم وهالحيوية. لو كنت تحكينا، نبدأ بيك انت يا سي عادل، على هالفرقة هذية، على هالغرام هذية، جديد تعلمتوا ورثتوا شيخنا ربي فضله طول في انفاسه على شيخنا. لو كنت جي بحذية اليوم راك انت ستار المندرة. اليوم معايا سي محمد شقرون اللي هو اول مؤسس لفرقة السلمية، 67 سنة قصدي. ما شاء الله عليك، ما زلت شباب. احنا اليوم استدعينا فرقة عادل بالي. علاش حابين على عادل بالي؟ خاطر انا نحبك الميلانج ما بين الشباب ما بين الكبار، وانت على راسهم ديما تقعد. وشوف كيفاش هما من اللي دخلوا يقولوا لي راهو هو شيخنا هو. مش هما برك يستعرفوا بالهدرة هذه. الفرق الموجودة الكل، حتى ثم فرقة أخرى تاع حسني موسى وفرقة أخرى وفرقة، كلهم صار خاطر ما كانش هالشيء هذا موجود. وأنا اللي دمت فيه 67 سنة، وأنا اللي لحنت وقلبت وغيرت وعملت ووصلت زادة وخرجت للخارج مرات عديدة للبلاد وغير البلاد، وكنت أخرج للرؤساء والملوك. إذا خبيهونا خبيهونا، خاطر مازال عندي حديث معاك خاص على الزمني. توا نحبوا نفرحوا بأولادنا بفرقة بالي. نرجع معاكم، نحب نتعرف عليكم أكيد واحد واحد. سي عادل أنت تعرفنا عليهم. عطلي مع غازي. انت من بين انا نرى الوجوه تفرح هكا فرحانه، ما عادش نحب نتكلم باش نخليكم انتوما تحكيوا. لو كان كل حد فيكم يجي يقف بحضية وتكون الصوره خير وتكون الصوت زي خير. انا غازي الغربي في السلمية
قداش عندي؟ عندي 21 سنة في سلامية مع الشيخ عادل بالي. كنت ديما يعني نحب الميدان هذا، الميدان الصوفي. كنت ديما نلبس جبة ونتحشي وراء الحاشة خروم، كل ما يبدأ هابط بعروس ديما يعني نتبع فيهم، نتبع في الشيخ عادل زادة كيف كيف، في الشيخ حسني. يعني نحب الميدان هذا من الصغرى. يعني تحب تقول لي اللي انتم معناها الشيء هذا تربيتوا عليه، هذه عاداتكم في راس الجبل، انه عروسيتكم العربي اللي باش نحكيوا فيها بعد بشويه بشويه معاكم، انه الصغار اللي ترى معناها مش غريب عليها البندير، مش غريب عليها الغناء والكلام اللي من بعد باش نحكي معاكم حتى في المفهوم نتاعو، كل كلمه توحي البلاصه عندكم لهنا. كيما قلنا قبيليك تحكيوا على سيدي العربي ولا تحكيوا على بلاد العربي وعلى عجوله، اللي هذه معناها يلزم في كل مره نحضروكم منه، نتثقفوا منه، نعملوا جو. نمشي للسي صابر المربط. صابر المربط سي صابر اخرج بشويه للميكرو. صابر المربط عندي 28 سنه في الفرقه هذه ما شاء الله. والله كاين البارح واللي يشوفوا في هذه مش بسهل، راهو سهرنا سهرنا الليالي ودربنا برشا ومش خلطنا شيء. هذا تصور انت 28 سنه واحد في الميدان هذا، دونك تشوفوا الصوره شنو هي تو هذه. احنا صورة ما نشراو اروع من هكايا، وذي الناس اللي تبع فينا اكيد الناس الكل اليوم متاكده باش تعمل جو. ونعاود نقول للناس اللي التحقت بينا توا اليوم، راهو عندنا لما مع بعضنا باش نعملوا برشا جو مع بعضنا، باش نتعرفوا على عاداتنا، على موروثنا في الميكله نتاعنا، ما بين رفرف، ما بين راس جبل، في الغناء نتاعنا، في اللبسه زاده نتاعنا، باش نحاولوا نحكيوا كيفاش التراث نتاعنا نجم اليوم يكون موجود مع شبابنا، مع عقلية جديدة، كيفاش النجم نطوروا فيه من الحولي لللبسة حتى الميكلة، اللي ممكن فما حاجات باش نتعرفوا عليهم أول مرة، لكن متأكدة أنه الناس كل باش يمشي تلوج عليهم وتاخذهم. سي عادل، أنا نحب نسألك أنت، معناها بما أنه مازال معناها محافظين على العادات هذية مع الشباب اللي عرس توا، أنه العروسات العربي متاعكم اللي الجهة مختصة فيها وإلا بديت تنقص شوية؟ لا، هي راس جبل ما زالت محافظة على تراثها في العرس العربي والعرس بسلامية بصفة خاصة، يحبوه في راس جبل ما زال ما شاء الله. حتى معناتها الصيف ديما سيزون ديما لاباس، الفرق كلها تلقاها تخدم، ومعناتها مشهورة راس جبل، خاصة راس جبل معناتها الموروث خاص بها، شيخنا ربي يطول في أنفسه وعمل له طابع خاص، قاعدة العباد كلها تحب عليه واستحفظ عليه وعلى العادات وعلى العادات بالأخص عشوية بسلامية في راس جبل. وهذا اللي باش نراوه معناها جميع، ويلزم انتوما تأكدون علاش اليوم الناس الكل في راس جبل متمسكة بهالموروث هذايا، على خاطر قاعدة مازلت نراه في برشا جو هكا، متحمسين الجماعة الكل باش نعملوا برشا جو. نمشي يا سي محمد صالح موسى. مرحبا بك سي محمد صالح موسى. ايوه سي محمد، انت تعمل البندير. البندير ايوه البندير ودربوك من مؤسسين الفرقة، أنا والشيخ عادل بالي من أوائل التسعينات، محسوب 30 سنة محسوب. تقربوا للميكرو ميساج خلينا نسمعوكم بالكدي. راكم تغنيوا بكري كنتوا حاسيلو، واش بكم حشمتوا؟ شويه تراك ما فهميش تراك، احنا عائله واحده واحنا جينا باش نعملوا جو، وانا مع اختكم وانا بنتكم والكل مع بعضنا. سي محمد نحب نسالك، قلت لي انت يعني تضرب على الدربوكه وعلى البندير، نحب نسال معناها على الماتير هذيك اللي هي البندير والدربوكه، يعني انتم لهنا تصنعوا ولا تشريوها حاضره باش تحفظوا على الكاليتي؟ يعني اكيد فما شوا معين باش تكون باش تكون الصوت والنبره خاصه. فما صناعيه شكون جلدونا في تونس، في تونس نهبطوا البنات ونجلدوهم. أصل السلمية هي البندير، لا دربوكة ولا طار. أما بتغير الزمان والوقت والعصر دي ما يتغير ويتبدل، ولا ما كنا بكري حتى كي نعملوا سهرية دخان ما يقعش في الحفل، بكري هذا في خمسينات وخمسة وخمسين، فهمتني؟ توا الامور هذه ما عادش هذه موجوده، توا ولا ثم تحريك وثم شطيح وثم كذا، باش يحمل جو لازم طوب فيها البندير والطار، وحتى اذا كان يمكن البرميل اضرب وندى. هو الشعب التونسي يحب على الجو يكبر ويدخل، عاد عمال حسب الزمان وحسب الوقت وحسب الناس المتصنطه وحسب الجو اللي يحبوه. اذا كان مش نخدموا خدمه والناس ما يش عاجبها الشيء هذاك لازم يغير الانسان.
واحد. علاش سي انا نحب نقول لك سي محمد لو انت اكبر واحد فيهم يعني، اما انت نرى فيك زاد انت عامل جو على هالتغيير نتاع توا ماني ما قلتش ليه وها ونلتزم لا انا نمشي مع الزمان مع الوقت ومع الزمان. يعني قلت لك انا كنا بكري في السهره المتفرجين ما يتكيفوش الدخان يا شيخ وممنوع وملزم الاحترام وذكر ربي ونبدأ بالقران وسريه المولد من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم هكا كانت العباد بشويه بشويه عملت ولات الامور أو كان الإنسان يمشي مع الوقت. سي محمد قلت لك ان نعطيو نتعرفوا ساعه على تفضل مرحبا بك صغرون مرحبا بك بك عايشه ايوه قلنا شنو اسمك؟ اسمي حسام الجرندي غرامي بدا يمكن ملي عمري نعرفش 10 11 سنه في الزون هذيك يعني ما نعرفش نحومتي خاطر نتاعنا حد ما بينيت نظل نسمع فيه غني اسمع اللي باش يخبي علينا حاجه اليوم الحاج باش يقول الحقيقه راهو عاد غرامي قلت لك في الزون تاع يمكن 10 حتى اقل يمكن 9 8 سنين خاطر حومتي جات وقت اللي نوصل شافت الحومه نتاعنا حومه عربي نوصل شافها في الاخر تاع الحومه نلقى النادي نتاع الفرقه نتاعنا نلقاهم فحت نسمعهم وقت يبداو يبرفوا تزي الزون الميسره نتاع الصيف نولي نقعد في شافت الحومه هما يتموا طالعين سيد العربي انا وراهم هما يهبطوا بالعروس انا ومراه ويروح المعونة انا نروح مع المعونة وانت تتبع في الجو وانا مش انا نتبع في الجو هذيك جو لقيتها حاجه نفرح فيها نعمل فيها جو ونفرحت فيها لقيتها هكاك حتى الدار ضربوني عليها قبل من بعد بشويه بشويه مع اللي فما معناها شكون في الحومه منا محمد قرط ما جاش هو معنا ما زاد كان ولد حومتنا وفما شكون زاد نجيب ملاخ زاد اللي ما حضرش زاد معنا هذاك زاد تحيه ليهم هما اعضاء الفرقه نتاعكم الكل اللي تغيبوا علينا بشويه العائله ولاو كيما نقولوا وليت ما عادش نخرج معاهم كي يخرجوا برا من البلاد وليت دوبا نخدم معاهم في البلاد كاو بشويه بشويه تو معناها عندي مبدئين 8 سنين في الطاوله يعني في الميكرو في الانشاد مع المجموعه في كل شيء في ما شاء الله عليكم مازال عندي حديث معاكم وتول خليني نمشي ساعه للجبه الحمراء المزينه للبندير الاخر هذا بندير لون اخر هذا سبيسيال حاط لي فيه 3 ايتوال باش نزيدوك اليوم زوز وتولي 5 ايتوال تعمل لنا برشا جو نزيدوك 2 ايتوال وتولي 5 ايتوال ايوه مرحبا بكم مرحبا بكم صاحبي كل فوزي جلاسي 10 سنة في الميدان هذايا نسكن في حومة فنية الله يبارك عبد العيسى الغربي راهو يطول في انفاسو عامل هادي مجول مجيد القايد معناتها حومتنا كلها معناتها فنية الله يوصل يعني. عمي وصادق عم صادق الله يرحمه ملاخ الله يرحمه من الصغر احنا مغرومين فهمتي في رمضان تلموا بعد شكل فترة صغار نخرجوا باللسطلة ونعملوا صيل غاديك بعد رمضان حتى لين كبرنا مستل للجو للصوت اللي اليوم وليد ما شاء الله عليكم محفلين العروسات محفلين الديار واليوم محفلين المندرة خليكم معانا عندكم برشا 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 جو برشا مفاجآت باش نتعرفوا على برشا خليني نحكي لكم يصير استوى شنو اللي يستنى فيكم باش نتعرفوا على رفرف على عادات رفرف على أهم عاداتهم في ماكلتهم في غلتهم في لبستهم زيدا باش نتعرفوا على الحلي نتاعنا العربي الاصيل احنا اليوم نحكيو على راس جبل باش نعطيو الاولويه راس جبل لكن زيدا نحبوا في كل مره نعملوا مراوحه ما بين قبل ما بين توا معايا برشا يعني حاضرين مانيش باش نسميهم باش نخليكم تكتشفوهم كل حد باش يتعدى باش تفرجوا فيه باش تتبعوه وباش تشجعوه اكيد كيما العاده الكلنا رانا اليوم نحبوا لي كومونتير نحبوا برشا قلوب برشا قلوب لهالناس اللي نورتنا اليوم نحب سعادة نرجع العادل باش نرجع لسعادل لو كنت تعطيني هكا نعرفش قفله نتاع جو هكا خفيف اللي باش نتعدى بها للضيف الويله اللي معايا لا 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 الكون الى جمالكم مشتاقون مشتاقون والعالم كله لكم عشاقو والعالم كله لكم عشاقو يا مالك مش ترى ثق بالله ثق بالله لابد لكل عاشق من زله لابد لكل عاشق من زله من اين يا سادتي ترى طينتكم طينتكم ما اجملها تبارك الله
جملها تبارك الله خلقوا روحي أمست وأصبحت في ظل لا حول على محمد يا من حضر صلي على محمد الليلة فرح يونس في يا هنات يا من حضر صلي يا من حضر صلي على محمد يا من حضر صلي على محمد الليلة فرح يونس
فرقة سلمية عادل بالي جو عالمي صغارنا.